أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ثم ماتوا فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم
تهنوا فلا تهنوا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون والله معكم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو إنما الحياة الدنيا لعب وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه
ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمن فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني والله الغني والله الغني والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم
السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات والمؤمنات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها كفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم.